فهذا يوم مشهود وميمون من أيام وزارة الأوقاف، وهو نقلة نوعية في العمل الدعوي بكل ما تعنيه الكلمة. صحيح هناك بعض زميلاتكم ممن يقومن بالعمل سواء من المعينات كمرشدات أو واعظات بوزارة الأوقاف، أم من يعملن تطوعا، ولكن في هذا اللقاء ننتقل من العمل اليسير أو الذي كان أشبه بالتجارب الفردية إلى تجربة منظمة توليها الوزارة والدولة والمجتمع عناية كبيرة، وهذه هي نقطة البداية، وتنطلق في الأيام المقبلة انطلاقة واسعة أسرع مما تتوقعنا إن شاء الله. ونحن حريصون كل الحرص على تزويدكن بكل ما يلزم لتكن على المستوى المطلوب والمأمول، ولن ندخر في ذلك وسعا، على أن تعين أيضا أن كنا على بداية الطريق ولستن في منتصفه ولا نهايته، وكنا في مرحلة من مراحل الطلب والتعلم نظن أن الحصول على المؤهل العالي هو نهاية الطريق، ولكن بعد أن دخلنا في مرحلة الدراسات العليا ظن بعضنا أن الحصول على الدكتوراه هو نهاية الطريق العلمي، وكنا متأكدين أن الحصول على الدكتوراه هو مفتاح التعلم والخطوة الأولى على الطريق الصحيح، ولكن بعض الأساتذة كانوا أبعد نظرا فقالوا العلم الحقيقي أو أن يكون الإنسان يصل إلى درجة من بدايات التمكن وليس نهايته، لأن العلم لا نهاية له، ومن ظن أنه أعلم الناس فهو أجهلهم.